أكثر من 2 مليون تلميذ عادوا إلى مقاعد الدراسة اليوم في مفتتح السنة الدراسية وإجراءات عديدة للموسم الدراسي الجديد. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في الشأن التربوي، بعد عطلة مدرسية فاقت 3 أشهر يعود نحو 2,147,000 تلميذ إلى مقاعد الدراسة. كاميرا الأخبار تابعت أجواء اليوم الأول من العودة المدرسية الابتدائية جديد الحديثة من ولاية منوبة. عاقدين العزم على أن يجعلوا من هذا العام عاما دراسيا مميزا، حث العديد من تلاميذ المدرسة الابتدائية جديد الحديثة الخطى في اتجاه أقسامهم، تغمرهم الفرحة بالعودة إلى مقاعد الدراسة ولقاء الأصدقاء. فرحان على خاطر رجعنا للقراءة. شوف أصحابي عندي برشا له. المدرسة زادت زينت وتلمذة كلهم مستجعين ويحبوا يقروا. نحب نقرأ على روحي ونولي مهندس طيران به. كما للتلاميذ، كانت العودة مميزة لبعض الأولياء الذين رافقوا أبنائهم. أتمنى أنه يتعدى عام من غير إضرابات، تواصل القراية معناها على طول العام. أتمنى النجاح، أتمنى المنظومة التربوية تصلح. إن شاء الله سنة موفقة، ربي ينجح وليداتنا ويسود الهدوء على تونس. رئيس الحكومة كان حاضرا في افتتاح السنة الدراسية بمدرسة جديد الحديثة، وأكد بالمناسبة أن تونس تعيش حدثا مهما اليوم. كل شيء جاهز، كل شيء على ما يرام، إن شاء الله تعدى سنة مدرسية طيبة، إن شاء الله سنة عنا ارتفاع أيضا في عدد التلاميذ 56,000، خلق زاد الضغط على عدد التلاميذ في كل قاعة، ولكن أعتقد أنه كل التدابير تم اتخاذها. حضور وزير التربية افتتاح السنة الدراسية كان مناسبة طالب خلالها بعض الأولياء والتلاميذ بصيانة المدرسة الإعدادية بالمنطقة. أنتم التلامذة يجبكم تستحفظوا على مؤسساتكم، خاطر شوف احنا ايش نقول لك، احنا نصلحوا هاو مشينا عندنا وحدة مركبات صحية، احنا نصلحوا وندخل من غدوة نلقى الأسباب المقلعة ونلقى اللابابوات مكسرة، انتم يلزمكم تردوا بالكم، فهمت؟ سنة دراسية جديدة بدأت وسط آمال أن تكلل بالنجاح وأن يكون شعارها انطلاقة نحو التفوق. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.